أنا زوجي مسلم ألماني، توفي أبوه الكافر، هل يجوز أن يرث أباه؟ نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. الجمهور أهل العلم على عدم التوارث ما بين المسلم والكافر، الاختلاف لحديث الدين، النبي نعم. عليه الصلاة والسلام: الصلاة لا والسلام. يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من أهل العلم من قال أنه يجوز أن يرث المسلم الكافر غير الحربي، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فينظر إلى المسألة إن كان الابن